الحمد لله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. أما بعد، إخوة الإيمان، معنا آية كريمة، آية فيها أمر وفيها وعد وفيها وعيد. سنتوقف إن شاء الله تبارك وتعالى عند هذه الثلاثة. الآية هي قوله سبحانه وتعالى: ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أما الأمر فهو قوله سبحانه وتعالى: ادعوني أستجب لكم، أمر من الله تبارك وتعالى، وأمر الله واجب التنفيذ، وأمر الله لا بد أن نتوقف عنده، ولا بد أن ننفذ أمره. فهو سبحانه وتعالى إن لم تأتمر بأمر الله تبارك وتعالى فبمن تأتمر؟ إذا لم تأتمر بأمر الله تبارك وتعالى فاخرج من فوق أرضه، فأي أرض تقلك وأي سماء تضلك إن لم تأتمر بأمر الله سبحانه وتعالى؟ فلذلك عندما نسمع أمر الله سبحانه وتعالى يجب أن يتوقف كل شيء إلا أمر الله سبحانه وتعالى أولا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. هذا هو أمر الله تبارك وتعالى. تؤمنون بالله ورسوله، تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. أما الأمر المقصود في هذه الآية المعين
طبعا أمور أوامر الله تبارك وتعالى لا بد أن تكون مطاعة في كل شيء، لكن في هذه الآية تقصد الآية الأمر المقصود هنا هو دعاء، هو دعاء الله سبحانه وتعالى، وأن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، فهذا أمر من الله تبارك وتعالى، وهو أمر لك فيه خير، أمر فيه خير لك، ولكن الامتناع عن هذا الأمر كذلك يعني فيه تستحق، إذا تركت هذا الأمر تستحق غضب الله أيضا. أدعوني أستجب لكم، أدعوني هذا هو الأمر، أما أستجب لكم فهذا هو الوعد، وعد الله سبحانه وتعالى إن الله لا يخلف الميعاد. كم من أناس يعني لم يعودوا يعني يثقون في وعد الله سبحانه وتعالى، الشيطان يسول لهم الشيطان ويبين لهم وتحدثهم أنفسهم بأمور فيفقد ثقته في الله سبحانه وتعالى، وهذه هي أكبر مشكلة يمكن أن يقع فيها الإنسان. مثال ذلك أن الإنسان يدعو فيدعو ويدعو ثم بعد ذلك يترك الدعاء، يقول لقد دعوت ودعوت ولم أرى يستجاب لي، فييأس. كيأس من ماذا؟ من الدعاء، والله سبحانه وتعالى يقول أستجب لك، يعد الناس بأن دعاءهم مستجاب، لا بد أن يستجيب الله سبحانه وتعالى، إنما يختبر صبرك، الله تعالى يختبر الصبر ديالك، يختبر صبرك إن كنت مؤمنا موقنا بالله تبارك وتعالى، فلن أن تلتفت إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يتحقق لك ما تريد في الحين. المؤمن يثق في الله تبارك وتعالى كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه، المهم أن يلهمني الله الدعاء. سيدنا عمر رضي الله عنه يقول المهم هو أن الله تعالى غادي يلهمني باش ندعيه، أما الإجابة فهذا وعد منه، هذه ما كيفكرش فيها رضي الله عنه، هذا هو الذي سيكون عليه المؤمن، ماشي كيدعي وكيحضي وكيشوف، أليس هكذا؟ خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له في له من الخير مثلها، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها. هكذا ينبغي الإنسان أن يعني أن يثق في الله سبحانه وتعالى. شحال من واحد يدعو بدعاء يظن أن الله سبحانه وتعالى يستجيب له، ربما ممكن أن الله سبحانه وتعالى يرى أن الخير لك هو أن يدخر لك هذا الدعاء يوم القيامة، وستفرح بها أكثر، وأنت لا تدري، وأنت تيأس وتنقطع عن الدعاء، وربما أن مصيبة ما أو بلاء في الطريق أنت لا ترى، ما تعرفوش، بلاء في طريق إليك وأنت تضحك ومسرور وفرح، لكن البلاء في الطريق إليك بسبب تلك الدعاء، الله سبحانه وتعالى يمنع عنك هذا البلاء، يبعده عنك، الله تعالى يبعد عنك هذا البلاء، وأنت تقول لقد دعوته فما استجاب لي الله سبحانه وتعالى، ثم عرفتيش استجب لك الله سبحانه وتعالى. إذن بهذه الطريقة وبهذه النية والعزيمة ندعو الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم وما لم يستعجل. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء.
لا بد أن نستحضر هذه الكلمات وهذه الآيات وهذا الحديث عندما ندعو إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. نعم أيها الأحباب الكرام، أمر، الأمر بالتوجه إلى الله بالدعاء. وعد هو أن الله سبحانه وتعالى وعدك بأن يستجيب لك دعاءك، وأن الله لا يخلف الميعاد. ثم الوعيد في الآية، الوعيد هو قوله سبحانه: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فحذاري حذاري أيها المؤمن، حذاري أن تستكبر عن دعاء الله سبحانه وتعالى. وطريقة الطريقة التي يمكن من خلال الإنسان يستكبر عن عبادة الله، هناك طرق كثيرة، وأحيانا لا يشعر عندما يقول الإنسان لقد دعوت ودعوت فيعني لا فائدة من الدعاء، فقد استكبر عن الدعاء، قد استكبر عن العبادة، وقد استحق هذا الوعيد. نسأل الله السلامة والعافية. لا تيأس من الدعاء ولا توقف عند الدعاء. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أيها الأحباب الكرام، الله سبحانه وتعالى فضل بعض الأعمال على بعضها، وفضل بعض الأوقات على بعضها، وفضل بعض الأيام على بعضها، فضل بعض الأزمنة على بعضها، بعض الأماكن على بعضها، وفضل بين مخلوقاته المخلوقات، فجعل من أفضل الملائكة جبريل عليه السلام أمين الوحي، وجعل واصطفى من البشر الأنبياء والرسل، ثم اصطفى من الأنبياء الرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم اصطفى من الرسل أولو العزم من الرسل، خمسة من رسل الله سبحانه وتعالى اصطفاهم، ثم اصطفى من هؤلاء الخمسة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فجعله أفضل الأنبياء والمرسلين، ثم اصطفى من الأماكن البقع من بين الأسواق والأماكن كلها، أماكن يعني التي يقصدها الإنسان، فجعل أفضل الأماكن على وجه الأرض هي شنو، هما هي المساجد بيوت الله سبحانه وتعالى. مهما يعني سافرت وتمتعت بالمناظر الجميلة ورأيت أماكن كثيرة، فإن أفضل الأماكن هي ما نحن فيه الآن جالسون. هذه هي المتعة الحقيقية. طبعا الإنسان يغير الأجواء ويسافر، هذا في أمور كثيرة لن نتحدث عنها، لكن المتعة الحقيقية والجلسة الرائعة والشعور بالسعادة عندما تجلس في بيت الله وتذكر الله سبحانه وتعالى، وتتوجه إلى الله، وتقرأ كتاب الله، وتذكر الله سبحانه وتعالى، وأنت تشعر أنك ضيف عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. أنت ضيف، أنت في بيت الله. هل استشعرت؟ هل استشعرت هذه النعمة وأنت تدخل من باب المسجد؟ الآن أنت ضيف على الله سبحانه وتعالى، فماذا أنت فاعل وأنت في ضيافة الكريم، وأنت في ضيافة من يملك خزائن السماوات والأرض، وأنت في ضيافة من يملك مفاتيح الجنة، ومن هو غني عن العالمين سبحانه وتعالى. أفضل الأماكن هي بيت الله، وأفضل أيام الأسبوع هو اليوم الذي نحن فيه يوم الجمعة، وأفضل أيام السنة هو يوم عرفة الذي نحن فيه. سبحان الله، هل اجتمع هذه الخيرات كلها، الله تعالى أجمع لك كل هذه الخيرات وهذه الفضائل، ومتعك بالقدرة بالصحة والإدراك، وبين لك الحق
وبين لك الخير لكي تغتنمه، وأنت تغفل عن هذا، وأنت تترك هذا الأمر. كل هذه الأمور جمعها الله سبحانه وتعالى بفضله، ليس من فضلنا نحن، ليس باستطاعتنا أن نشتري دقيقة واحدة، ثانية واحدة، رمشة عين أن نشتريها بما نملك، لا نستطيع. لكن الله تعالى يعطيك إياها، يمدك بالوقت وبالزمن، فتأتي المواسم وتأتي الخيرات، ويعني وفقك. الذي وفقك أن أتيت إلى المسجد في هذا اليوم الله سبحانه وتعالى، فلا تتوقف عن حمده وشكره، فلا تغفل عن ذكر الله تبارك وتعالى. فوق هذا أيها الأحباب الكرام، الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم أعطانا أفضل الدعاء وأفضل الذكر، سنتكلم عنه إن شاء الله تبارك وتعالى في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل خطيئة، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد إخوة الإيمان، نعم، لا أحدثكم عن الصوم، أنتم صائمون إن شاء الله تبارك وتعالى، صلى الله تبارك وتعالى أن يتقبل، لكن أحدثكم عن الساعات المتبقية في هذا اليوم. الغروب من هنا إلى المغرب، إلى وقت المغرب، هناك وقت، هذا الوقت والله لو كنا يعني نتأمل، نحسن التأمل، لصنعنا الخير الكثير. لكن بحول الله تبارك وتعالى نعزم النية ونستغل هذه الأوقات المباركة التي هي من هنا إلى انقضاء هذا اليوم. فبماذا؟ فما هو أحسن أفضل الأعمال التي سنقوم بها إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا الوقت؟ ما هي أفضل الأعمال؟ طبعا الحرص على الفرائض لا نتكلم عنه، هذه واجبات، فإن لم تحرص على الواجبات فلن تحرص على الأعمال، يعني المستحبات والسنن. فالواجبات هذه لا مفر منها، هذه لا بد منها. الأعمال المستحبة والمطلوبة في يوم عرفة، يقول فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء. ونحن نتكلم على فضائل الأعمال وفضائل الأيام وفضائل الأوقات وفضائل الأماكن. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. ما كانش الدعاء أفضل بحال هذا، خير الدعاء. فلتحرص أيها المؤمن ولتعلم كم أمضيت من وقت وأنت تدعو الله سبحانه وتعالى، ما هو يوم ويمضي، خسر فيه الخاسرون وفاز فيه الفائزون، ويمضي بعد ساعات انتهى يوم عرفة، نحن في يوم العيد. ولكن شتاء فرق كبير بين هذاك اللي ما غفلش عن هذا اليوم، كيستحضر النهار كامل، ما كيفكرش أمور، اللي كيخطط الأمور ديال عطلة وأمور كذا، هذه أمور عندها وقتها. ولكن اليوم خطط، شنو درت في هذا النهار؟ ماذا قمت من عمل؟ كم دعاء، كم دعوة من دعاء توجهت به إلى الله سبحانه وتعالى وأنت تبكي؟ و طبعا بينك وبين الله سبحانه وتعالى في بيتك في مجلسك، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. باختصار أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة، هذا الذكر وهذا الدعاء على الأقل لا تغفلوا عنه.
صلى الله تعالى أن لا يحرم أحد من هذا الخير. كثير الكثيرون محرومون، لا لا تستغربوا شحال من واحد راه محروم ما دعا دعاء واحد في هذا النهار، داز هذا النهار ما دعا فيه متوجه فيه الله سبحانه وتعالى. لكن نذكر بعضنا بعض أن لا تترك هنيهة دقيقة ثانية واحدة إلا وتتذكر أن الله سبحانه وتعالى يبارك هذا الدعاء، وأن اليوم هو أفضل الدعاء على الإطلاق في كل يعني أيام السنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر الذنوب ويستر عيوبنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا رب تقبل منا صلاتنا وصيامنا وأعمالنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحم والدينا وارحم موتانا وارحم علمنا وارحم سبقنا بالإيمان وارحم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. والدينا خصوصا الذين توفوا منهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم يا رب اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا يا رب العالمين، اللهم عاف مبتلانا يا رب العالمين، اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء يا رب العالمين، اللهم اكرمنا بكرمك واحفظنا بحفظك يا رب العالمين. اللهم يا رب لا تحرمنا من إجابة الدعاء في هذه الأيام المباركة. اللهم يا رب تقبل منا دعاءنا يا رب العالمين، اللهم تقبل منا دعاءنا يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم يا رب نور قلوبنا يا رب العالمين، اللهم نور قلوبنا بالإيمان، اللهم نور قلوبنا بالإيمان، اللهم ارزقنا الصبر على الطاعة يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الصبر على الطاعة يا رب العالمين، وارزقنا القبول برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. يا أخوة الكرام، يعني اليوم كما أن فيه الدعاء مطلوب والذكر مطلوب، كذلك إنسان الصدقات ثم يدعو، أفضل الدعاء عندما يتصدق الإنسان ويدعو. فالإخوة الكرام يعني كيجمعوا تبرعات لهذا المسجد، فغادي يجمعوا اللي راهم شفتوهم كيجمعوا، فإن شاء الله تبارك وتعالى نتعاون معهم ونساعد معهم، ثم ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل وأن يدعو كل واحد يدعو بما يعطي الله سبحانه وتعالى بما نوى. اللهم أعطي لكل امرئ ما نوى. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.